دي زيدان مدرب ريال مدريد قال وهو مش من طبيعته ان هو يتكلم عن لاعبين اخرين، لكن قال ان هو بيتابع محمد صلاح جيدا وبيلاحظ ايضا تطوره الكبير، وانه بيتابعه ايضا من ايام ما كان في روما والان في مسيرته في ليفربول، وقال انه صغير في السن وقدامه مستقبل ايضا كبير جدا. وايضا دي اضافه مش بعيده عن الخبر الاولاني صحيح عن محمد صلاح اللي الحقيقه شرفنا في الفتره الاخيره وحصل على جائزه ايضا بي بي سي كافضل لاعب في افريقيا، وترشح ايضا عن جائزه الكاف في 2017 لافضل لاعب فضلا عن كونه حتى الان هداف الدوري الانجليزي برصيد ايضا 13 جون في 17 جوله. محمد صلاح او مو مشرفنا في كل حاجه.